أن المعتصم بالقاسم الكاتب العام للجامعة الوطنية قطاع العدل تأتي هذه الندوة الصحفية التي تنظمها النقابة لتسليط الأضواء على عدد من القضايا التي تهم القطاع وتهم كتابة الضبط بالدرجة الأولى، كما ستكون مناسبة لعرض التقرير الذي أعدته النقابة بشأن عدد من الاختلالات التي تم تسجيلها في تدبير القطاع ولا سيما على مستوى الموارد البشرية. وطبيعة الحال فرصة أيضا للتذكير بعدد من المطالب التي رفعتها الجامعة الوطنية قطاع العدل والتي كانت محطة التزام من وزارة العدل سواء في اتفاق 25 أكتوبر 2016 أو في الاتفاق ديال 29 نوفمبر 2017 أو اتفاق ديال جلسات الحوار اللي جات من بعد هذا التاريخ. هذا للملاحظ أننا وقفنا على تعطر وتجميد لعدد من هذه الاتفاقات وعدم تنفيذها، وكانت محطة كما قلت التزام من وزارة العدل. وأكبر شيء حصل أيضا هو تجميد وتوقيف الحوار القطعي. ومن اللي كيتوقف الحوار القطعي هذا معناه توقف تنفيذ الالتزامات وجعل المطالب ديال كتابة الضبط في غرفة الانتظار، وهذا ما تحتج عليه الجامعة وسبق لها أن نظمت أشكال احتجاجية على هذا الأمر، حيث نظمت وقفة وطنية في ديسمبر 2018 بدون تفاعل، ونظمت أو شنت إضراب وطني قطاعي تجاوب معه موظفي كتابة الضبط بشكل كبير في 20 فبراير 2019. واليوم نتحدث على أننا سنقرر أشكال نضالية صعيدية، وهذا سيكون في المجلس الوطني الاستثنائي للنقابة الذي سيعقد في الشهر أو في منتصف الشهر المقبل إن شاء الله. عبد المجيد كوبي نائب الكاتب الوطني للجامعة الوطنية لقطاع العدل. الندوة كتجي في إطار مسؤولية الجامعة الوطنية لتقريب الرأي العام الوطني من الوضع العام داخل القطاع، وبالتالي ارتئينا أن ننظم الندوة الصحفية لتسليط الضوء على مجموعة من القضايا اللي كتعرفها قطاع العدل، وأخص بالذكر مسألة تجميد الحوار القطاعي على مستوى الوزارة، يعني منذ سنة تقريبا والحوار مجمد، وهذا للأسف الشديد يتنافى مع التوجيهات الملكية السامية وأيضا مع المواثيق الدستورية الكونية كلها. الحوار خص يكون الحوار ما بين التمثيليات النقابية. أيضا هذه الندوة الصحفية كتجي في سياق الغموض الذي يلف مستقبل مشروع قانون التنظيم القضائي بعد القرار الأخير للمحكمة الدستورية، وبالتالي يعطينا أن نقرب السادة الصحفيين ورجال الإعلام من الوضع العام بالقطاع، ناهيك من طبيعة الحال مجموعة من الاختلالات اللي كتهم تدبير الموارد البشرية على مستوى القطاع، ملف الانتقالات، ملف المسؤوليات، ملفات أخرى تخص بعض القضايا الفردية لبعض موظفي هيئة كتابة الضبط، وأيضا الوضع العام داخل البنايات بصفة عامة على مستوى وزارة العدل. وبالتالي أردنا أن نسلط الضوء على هذه القضايا وأيضا تمرير والفصح عن المواقف الرسمية للجامعة الوطنية للقطاع العدل. وشكرا. هشام الحسني، منتدى القضائي من الدرجة الأولى بالمحكمة التجارية بمكناس. هذه الندوة الصحفية التي تنظمها الجامعة الوطنية للقطاع العدل بتاريخ يومه في إطار إطلاع الجامعة وتواصلها للرأي العام الوطني
على جميل الحوار القطاعي وتوقفه من طرف الوزارة بدون مبررات معروفة. كما لا يخفى عليكم فهناك العديد من الأطراف التي نشترك معها تدبير الفضاء داخل المحكمة، قضاة موثقين ومفوضين قضائيين وعدول، استنكروا كذلك جميل هذا الحوار الذي دام لأكثر من سنة. الجامعة إذ تقوم بهذه الدواء فإنما هي تحاول إطلاع الرأي العام الوطني وتذوق ناقص الخطر إلى ما يمكن أن تؤول إليه الأوضاع في حالة استمرار هذه المقاربة وإقصاء الجامعة الوطنية لقطاع العدل باعتبارها فاعلا أساسيا داخل قطاع العدالة من خلال عدم استدعائها في مجموعة من المناسبات، سواء تعلق الأمر في تدبير ملف الانتقالات أو في ما عرفته المباراة الأخيرة لولوج خطة العدالة. ومن ذلك نتمنى من الجهات الوصية على وزارة العدل أن تبادر وأن تسرع إلى تحمل مسؤوليتها كاملة وإلى تجويد خدمتها وإلى مد يدها للجامعة الوطنية لقطاع العدل التي تمد يدها جميع الأطراف داخل القطاع. وشكرا.